قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هكذا اللحظة الأخيرة تمر على الإنسان، فإما أن يوفق فيها إلى خاتمة حسنة، وإما أن يموت على غيرها. يا رب يا رب، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا تمتنا إلا على لا إله إلا الله، لا تقبض أرواحنا إلا على لا إله إلا الله. تحدثني إحدى الفتيات فتقول: كانت لنا جارة راقصة ترقص في الأفراح، وكانت مشهورة والعياذ بالله بالمعاصي وسوء الخلق، وكان زوجها غير غيور. كانت حياة تلك الراقصة عجيبة غريبة، فقد كانت لا تعرف الصلاة أبدا، وكنا نحن الجيران في عاداتنا نزور بعضنا في الأعياد والأفراح. وفي يوم من الأيام دعيت إلى فرح وعرس صديقة لي، وكانت تلك الصديقة صالحة، إلا أن والدها كان عاصيا وأصر على أن يأتي براقصة في عرس ابنته. وجاءت جارتنا تلك وبدأت ترقص على المسرح وتغني وتتعرى، وليس على جسدها سوى قطعتين تستران السوء. فتركت الفرح وخرجت خارج صالة الأفراح أتحدث مع بعض صديقاتي، وفجأة سمعنا صراخا عجيبا، فدخلت إلى الصالة وإذا الراقصة ساقطة على الأرض متعرية، وإذا الناس حولها متحلقون. فقالت إحدى النساء: أنا أعرفها، إنها تذوب من شدة الرقص، فزيدوا لها في الموسيقى وسوف تفيق. فزادوا في الموسيقى وبقيت الراقصة على حالها ولم تفق. عندئذ جاءت إحدى الطبيبات الحاضرات وأخبرتنا أنها ماتت. المصيبة ليست في هذا يا شيخ، بل إننا لما جئنا نغطيها والله والله كان الغطاء ينزلق من على جسدها فتتعرى مرة أخرى، لدرجة أنهم استدعوا زوجها وحاول أن يغطيها بيديه، لكنها كانت تتعرى فتظهر عورتها. عندئذ بدأ الناس يبكون، وانقلب الفرح إلى مأتم، والعرس إلى عزاء، وحملت تلك الراقصة إلى المستشفى. وكنت في مغسلة الموتى مع إحدى الأخوات، فقد رفضت المغسلات الصالحات أن يغسلن هذه المرأة العاصية. والله والله بعد أن غسلناها يا شيخ لم نستطع تكفينها، فكلما وضعنا القماش سقط، فربطناها بشدة وقوة وحملت في سيارة الإسعاف إلى المقبرة ودفنت ولم يصلي عليها أحد. بالله عليكم قولوا لي، لماذا تموت مسلمة على هذا الحال؟ لماذا تودع الحياة على غير شهادة التوحيد؟ لماذا تموت على خاتمة غير حسنة؟ لأنها عاشت على غير طاعة الله جل وعلا. يا عظيما في علاه، مد قلبي بالحياة، وامحو يا رحمن وزري أنت تغفر للعصاة. عشت في الدنيا حزينة، كم شكت مني الصلاة، مصحفي مل ابتعادي عنه في كل اتجاه. في حمى الشهوات ضعت، سرت في درب الغواه، ينقضي ليلي بذنب فوق شاشات أراه. قالت الفتيات: أنت هل تريدين الحياة؟ قلدي تيك الجميلة واخلعي عنك العباه. ثم طرت بلا حياء للهوى أقفو خطاه، أطلق الطرف كحيلا أو أصاحب كل لا. لكن اليوم إلهي، لكن اليوم إلهي، تبت في ليل القساه، قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتاة. إنني لله أسعى أرتجي منه رضاه، زفرات الصدر قالت آه يا رباه آه. فهل يتيقظ الشباب والفتيات لتكون اللحظة الأخيرة على طاعة فيفوزوا بالرضوان؟ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون يا شباب الإسلام يا فتيات الإسلام متى سنتعظ ومتى سنعتبر قبل أن تأتي اللحظة الأخيرة أم بعدها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما